تطبيق معايير جودة الرعاية الصحية التي تعتبر الركيزة الأساسية لنجاح تقديم خدمة طبية بالمستشفيات الجامعية. طبعا لما نتكلم على الخدمة الطبية في المستشفيات الجامعية، كل الناس بيتكلموا عن تقديم معايير للجودة التي لا توجد في هذه المستشفيات على الإطلاق. باعتراف الجميع بما فيهم الإدارة السابقة، احنا ليس عندنا أي معالم للجودة. الجودة الموجودة موجودة عندنا في فايل، واخد أحسن فايل على مستوى الجامعات، لكن لما نوصل هنا ونلاقي على بعد 50 متر مجاري، لا يوجد مجال للحديث عن الجودة. انسوا الاكسبريشن ده دلوقتي لغاية ما نشوف طريقة إن احنا نقول. أسئلة؟ لائحة مالية المستشفى مجحفة، طبعا مجحفة. أعضاء التدريس اللي بيشتغلوا ما بيقضوش حاجة. خلينا واقعيين مع نفسنا. أنا اشتغلت زمان حاجة اسمها مشروع الاقتصادي وأنا نايب. كنت بشتغل 30 لوزة في اليوم. كنت أخلص العمليات والناس تعرفني بقى في أذن. تخلص كده مش شايف نفسي من كتر الكلوسين اللي بلعته. بس من المشروع ده أنا اتجوزت وأسست بيتي وعشت. لان كان جزء بيعود على الشغال. لكن دلوقتي لما تيجي تقول لي جزء يعود على الـ على الـ على السيده الفاضله او الاداري الفلان وبياخد الارقام الخياليه ديت واللي اشتغل ما خدش حاجه، اللائحه دي هتلغى تماما تماما، هتتنفى. كمان لما نيجي نقول على التدريس، احنا يمكن اتخذنا قرار عندنا وموجود في الكليه والدكتور احمد عثمان وحقيقة عليه، ان اللي يشتغل في ببلاش يشتغل في الماليزي، اللي ما يشتغلش في ببلاش ما يخشش الماليزي. تملك رفاهيه الوقت والصبر، انا حلوه قوي والله، بحب الناس وبتعامل معاهم وبشوش، بس يمكن اللي انا شايفه في الوضع الحالي للكليه بيخليني يمكن مش بشوش ولا 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 عندي صبر شويه. أول قرار سوف تتخذه إذا فزت، أول قرار أنا هعمل لجان، لجنة هتنزل على اللوائح الإدارية تنسفها وتفنطها لي، لجنة تنزل على الموديول، وابتدينا فعلا مع دكتور صديق في لجنة شؤون الطلاب من 1/10 هتبدأ دراسة للموديول. الدكتورة معها موجودة أهي، مش كلام نظري، ده كلام واقع. وإذا الأقسام دي قالت إن الموديول ده زبالة هنلغيه، لو قالت إن الموديول ده متعدل لازم هنعدله. ما ينفعش ان احنا نتكلم مع نفسنا واحنا في وادي تاني. لجان بقى هتنزل على المستشفيات تشوف الصرف الصحي، لجان هتشوف البنيه التحتيه اللي موجوده، لجان هتشوف المشاريع اللي قائمه ازاي ننتهي منها، بدل ما احنا داخلين كل يوم كده كاننا داخلين مكان قايل بالسقوط. ده اول قرار هعمله عشان انتهي من الدايليما دي، وهحتاج مشاركتكم كلكم. إذا كنتوا فاكرين إن العميد اللي هيجي ده معاه عصا سحرية هيخبطها كده يصلح المجاري يخبطها كده، الكلام ده مش هيحصل. احتاج مشاركتكم كلكم في كل النواحي التعليمية والعلاجية في المستشفيات التعليمية. أحقية مدير المستشفى إدارية اتخاذ قرار؟ لا طبعًا. إذا كان الإدارة هتتخذ قرارات واللي هينفذ القرار نفسه غير موافق عليه، يبقى إحنا بنهرج. اللي هينفذ الشيء مش هيبقى بنهرج. لو انا قلت له اعمل كذا تاني مش هيعمله. لازم لا اما اقنعه، لا اما اقعد معاه، اتشاور معاه، اشوف رايه صح ولا رايي انا اللي صح، يمكن هو رايه اللي صح. انا ما اعرفش تجربه قسم النساء، بس اللي انا سمعته اللي حصل بيه الاي تي اف، وان هم عملوا قسم النساء اللي عنده مشاكل كتير بيعمل الديوفرتلايزيشن وي وي وي، الكلام اللي انا سمعته من الاقسام. هل انتم مع فصل اداره الكليه على اداره المستشفيات؟ واحنا في اب تو ناو مرتبطين، بس انا هدرس هل لو انا فصلت الاثنين دي هيفيدني في الخدمه التعليميه والعلاجيه ولا لا؟ التامين الصحي فصل حاجات كتير عن بعضه. وفي حتت كتير قوي انفصلت عن بعضها، انا لو فصلت اداره الكليه عن اداره المستشفيات وخليت اداره المستشفيات لما تيجي تاخد اي استاذ من حضراتكم أو من الزملاء حتى الصغيرين أو نايب، كل النايب تبع المستشفيات أو معيد يأدي خدمة، لازم هخليها تدفع لهذا الشخص. أنت مش جاي تأدي خدمة هبهزرت كده، أنت جاي تأدي خدمة لازم تاخد عليها أجرها، ومش عيب أبدا إنك تاخد أجرها، وهحاسبك
زي ما انا اديتك الثواب هيبقى في العقاب، زي ما انت خدت هقول لك تعالى واستنى معايا ووريني ومتعلم الحته دي، لازم هيبقى في نوع من تبادل المصلحه ما بين الطرفين. اللامركزيه طبعا اللامركزيه، يعني مش ممكن انت عشان تجيب لمبه زي يقول الدكتور سيد ولا تجيب ماسك نبدا نلف حوالين نفسنا مثلا لمده اسبوعين ثلاثه عشان نصرف حاجه 58 60 جنيه ولا 100 جنيه وبترسم في الاخر خلاص بتطلع انت ال 100 جنيه عامل روح حطينا الماسكات وسيبنا من الموضوع. همم اعضاء التدريس، يعني انا بلاحظ اعضاء التدريس قسمين، قسم بيجي يأدي شغله كده ويمشي، قسم تاني مكبر مخه قوي ما بيجيش خالص، يقول لك حاجه اعمل ايه؟ وفقد الانتماء لهذه المؤسسة، وده شيء سيء. احنا لازم نرجع الانتماء لهذه المؤسسة، لازم الناس تحس انها جاية الصبح، جاية تشتغل، جاية تنتج، جاية تاخد نظير العمل اللي عملته. جاي يجي الصبح يعمل ريسيرش، يعمل ورك، يعني يدرس، مبسوط هو جاي يعمل هذا الموضوع. أنا مش هكبره عليه، بس هو اللي هيجي هو مبسوط. كل اللي بيسافروا بره ما بينفذوا الكلام دوت من غير ما يكونوا متضايقين. ليه؟ لان السيستم يسمح لهم بكده. يعني طبعا المناصب القياديه والقيادات الاكاديميه، وانا بحيي قسم انف واذن وحنجره انه جه في وقت من الاوقات اداره الكليه طلبت من القسم ترشيح حد عشان يخش في اللجنه المنتخبه. كان رد القسم ان ده ولا هو ده الوقت ولا هو ده المكان ولا احنا ان هاري ان احنا نختار الناس ديت، الناس دي لازم تنتخب في دقه بالغه، لازم ندي فرصه لكل الناس، ما يبقاش سين صاد عين هم اللي بيعينوا في كل الوظائف والباقي قاعد يتفرج. لا، لازم الناس دي كلها تنتخب. اللجنه اتكونت خلاص من قبل مجلس الكليه، اللجنه هنبعت لكل الاقسام، كل قسم هيحدد لي واحد او اثنين، اللجنه هتفرز كل الناس ديت والكواليفيكيشن واستعداد وي وي وي، وتطلع لي في الاخر خالص اسماء نتفق كلها علينا. وكلاء الكليه بحكم القانون لازم يتعينوا عن طريق العميد، وانا يمكن اقترحت برضه وطالبت وبعت ان واي نوت ان احنا كنا نعمل انتخاب للوكلاء. لا واي نوت ان انت زي ما بتنتخب العميد تنتخب الثلاثه وكلاء او الاثنين وكلاء او ايفر، بحيث الجاي ده جاي منتخب مش جاي معين، ده انا اللي جاي، انتوا اللي جايبينه. الخبره في الهيكل المستشفيات والاداره، انا الحمد لله ويمكن ظروفي سمحت بكده، من اول ما دخلت كليه الطب اشتغلت فيه مع الطلبه والجواله وكنت باخد وظائف كلها منتخبه. انا كنت منتخب من الطلبه في اتحاد الطلاب، دور صدقي اعلم تماما، كنت معاه في نفس الاتحاد، ان انا طول سنوات الكليه انتخبت امين لجنه الجواله، وفي اخر سنه اتصعدت للجامعه. انا ما حدش عيني ولا نائب رئيس ولا رئيس ولا امن دوله ولا يحزنوه، انا كنت بنتخب من الطلبه وما زلت بحب الطلبه وبنزل لهم وبمارس معاهم بعض الانشطه، وما زلت انا في الاتحاد مشرف على لجنه الجواله. يمكن من ضمن الحاجات اللي انا اعترضت عليها ان احنا سعينا لتكوين اللجنه اللي هتختار وما سعيناش لوضع معايير للاختيار الناس دي. احنا لازم قبل ما اللجنه دي ده احنا نحط لهم معايير، ولازم المعايير تبقى كلير. انت حضرتك عايز تخش مثلا لجنه فلانيه يبقى انت لازم عندك المعايير. ممكن التوضيح ثانيه واحده؟ طيب ممكن التوضيح دكتور؟ شفت بقى حضرتك بقى النصيب في الاخر بيجي سبحان الله. طيب ممكن
بص يا دكتوره ماشي دكتوره. طب اقول حاجه ممكن اخد ثانيه؟ فاكره حضرتك لما بعتي السؤال الهيكل الاداري وانا بعت لحضرتك الانسه اللي هي بتستلم الاسئله وقالت لحضرتك ان عندنا نفس المحتوى وبعد اذنك هنقدم يعني هيبقى نفس المحتوى حضرتك وافقتي؟ اهو بقى كان سؤال الدكتوره ميسا. بس لا الدكتوره ميسا قايله طريقه في كلمه مش ثابته عن الكلام اللي انا هقوله. اللي انا هقوله بقى انا اتعرضت في الكليه معلش مش هكدب عليكم لموقفين في الكليه. فوجئت ان بعد سنه من تطبيق الموضوع اللي هو الاعداد الكليه اللي عاملها ان في حاجه اسمها رجال وفي حاجه اسمها محاور. بعد سنه او سنتين في محور من المحاور دي اسمه محور خدمه المجتمع مشغول بيه. يا جماعه عايزين ايه؟ احنا عايزين نستفاد من شغلكم علشان نعمل المحور ده. فعلشان انا لقيت مجال القسم اللي انا اشتغل فيه انا وواحده زميلتي وجدت ان المحور ده اساسا اللي محطوط عليه هو اسم محور خدمه المجتمع ومشغول بيه. لقيت اللي محطوط فيه من غير ما حد يزعل مني لان ما حدش حد يزعل مني. ناس من قسم البيئه وقسم الاستار. بيئه برضه. رايح يوم الاحد في لجنه علشان اسفل انا بقول الكلام ده لجنه
نحييك يا دكتورة هدى، انت قلت المفيد من غيركم مني. اخر حاجة انا وصلت لغاية فين؟ دكتورة احسان يعني كده دي ندوة كده، ندوة كده كده. وطبعا كله احلى فلوس، مش بتوع البايكنسي.